خذوا تيكي عادي، لايك لايك لايك. أربعة وعشر دقايق. حاولت سرقة محل تليفونات مدينة الصناعية. عم ينشروا. لك بس هي سيارة بوقفة على الطريق، ثلاثة مرئين. ولا واحد منتبه هلا بيطفوا الضوء. يعني بيعرفوا في بده جنطير. مش واضح وجهه ما بتقدرش تكمل عيب عيب وانا بدي على المحطه بس ما في حد ما بدك تروح قد ما تكون المحطه بتشوف وجهه لا انا قاعدين صيف الساعه 4 سكران مبين بدي اشوفه من وين اجى بدي اشوف هيك من الصاروخ الثاني او من فوق ماشي هذا مبين معي ايه هلا بيطفوا الضوء هو عن جارنا بس ليش فلوا؟ ما فلوا؟ لانه فتح معارف فتح معارف بس تو طلع الضوء وجهه طلعت الضوء يعني صار في حركة صار في حركة انا بقول لك خلص كنت ضايب لانه لا يفوت بس المفروض هلا بيكون ضوء عنده علي لا يفوت الكاميرات عنده علي اخر ثواني